شكرا السيد رئيس. السيد الوزير المحترم باعث على طرح هذا السؤال في فريقنا هو مقتضيات الفصل 157 من الدستور التي تنص على إصدار ميثاق المرافق العمومية. أيضا الباعث على هذا السؤال هو البرنامج الحكومي، وتفضلتم السيد الوزير وتكلمتم على أنكم بصدد إعداد مشروع ميثاق المرافق العمومية، وهذا فيه كنسجل على الحكومة على وفائها والتزام وفائها بالتزامها فيما سطرته في البرنامج الحكومي بخصوص هذا الميثاق. السيد الوزير الباعث الأكثر على طرح هذا السؤال هو الزمن الكبير الذي عرفته إصلاح الإدارة. صحيح أن هذه الحكومة وفي شخصكم وفي شخص وزارتكم وضعت استراتيجية مهمة تهم إصلاح الإدارة بخصوص من رأس مال البشري وإرساء مبادئ الحكمة الجيدة لهذا الميثاق، هو اللي غيحدد هذه المبادئ هذه للحكمة الجيدة. لكن السيد الوزير هناك يعني اختلالات لا زالت مطروحة، هناك إشكالات، يعني من شأن هذا الميثاق أن يجيب عن هذه الاختلالات وأن يعالج هذه الإشكالات السيد الوزير، لأن فعلا الواقع اليوم الإدارة مع المواطن كيعرف واحد يوم بعد يوم ما كيعرفش واحد التحسن اللي كنا كنتظروا أنه يكون، ولكن هذا مشكل ديال الزمن بعيد. شكرا سيدة النائبة.